النسيج الطلائي من اهم الانسجه في جسم الانسان والتي تعرف عاده بالانسجه الكاسيه حيث تغطي السطح الخارجي للجسم كما تبطن بعض الاعضاء الداخليه فهل تعلم ما هي خصائص وانواع هذا النسيج الهام هيا نتعرف على الاجابه سويا اولا خصائص النسيج الطلائي وتتمثل فيما يلي ترتكز خلايا النسيج الطلائي على طبقه ليفيه دقيقه تسمى بالغشاء القاعدي تتراص خلاياه وتتلاصق ولذلك تكون الماده الخلاليه بينها قليله جدا او منعدمه لا تخترق الاوعيه الدمويه النسيج الطلائي الا في حاله الغدد الصماء وبالتالي تحصل خلايا هذه الانسجه على المواد الغذائيه والاكسجين بعمليه الانتشار للسوائل من الشعيرات الدمويه الموجوده في النسيج الضام تحت النسيج الطلائي مباشره كما تتصف بعض خلايا النسيج الطلائي بوجود الاهداب على سطحها ثانيا انواع النسيج الطلائيه يوجد اربعه انواع رئيسيه من الانسجه الطلائيه وهي الحرشفيه المكعبه العماديه الانتقاليه وكل نوع من هذه الانواع يوجد على هيئه بسيطه اي من طبقه واحده او على هيئه طبقيه أي طبقتين فأكثر. أولاً: الأنسجة الطلائية الحرشفية، حيث تبدو خلاياها مفلطحة أو قرصية، وحوافها بسيطة أو متعرجة. تحتوي كل منها على نواة في جزئها الأوسط الأعرض. ومنها البسيطة، كما في تجويف الأوعية الدموية، الحويصلات الهوائية، الفم، والطبقية، كما في الطبقة الخارجية للجلد. والتي توفر الحمايه للاعضاء الداخليه ثانيا الانسجه الطلائيه المكعبه تبدو خلاياها مربعه في القطاع العرضي تحتوي كل منها على نواه مركزيه مستديره ويوجد هذا النوع من الانسجه في انيبيبات الكلى الغده الدرقيه الغدد اللعابيه ثالثا الانسجه الطلائيه العماديه وسميت بهذا الاسم نظراً لتكونها من خلايا طويلة تشبه الأعمدة، وأنويتها بيضاوية الشكل، تمتد بشكل موازي للمحور الطولي للخلية. يوجد هذا النوع من الأنسجة في الطبقة المبطنة للأمعاء الدقيقة، ووظيفتها امتصاص العناصر الغذائية، فضلاً عن وجود بعض الأنواع التي تتميز بوجود الأهداب على سطحها، كما في الحنجرة، القصبة الهوائية، وكذلك الرحم. رابعاً، الأنسجة الطلائية الانتقالية، ويبطن هذا النسيج بعض الأسطح التي لها جدران مرنة تسمح بتمددها ثم عودتها لحجمها العادي، كما في المثانة البولية.